لا اخطبوط اخطبوط تحت الديمون مش مفتوحة هي؟ لا لا حتى البحر في حق كل ليته حرامية لك مشكلة الواحد يكون ما تغزله طول الليل بيته من امبارح من يوم الاثنين ولا من امتى تغزله شيء من امبارح تكون من بيته من امبارح ومادد وجاع امل انك تصيد محابر والله مشكلة صحيح تيجي تلاقي ايش هي ابيض نشف لذلك هلس لا يمزح والله ينشف طلع كيف بلزق ميخاني طوشة عضك؟ خاف شبه ادم خاف اقعد اقعد لسن توقع الشبك توقعنا معاك اقعد اقعد يا ولد اقعد طلع الهلس ايش اخذ هذا لقيتنا وجبنا حوض نعنع كويس اخطبطين منيح منيح انه سايب حب هم هيك هذول تعين البحر فيش عندهم دين والله اصول البحريه تكون حاطه والله شرطه في البحر بس شاطرين بدهم ايش بدهم ترخيص وبدهم مترخيص وبدهم زفت عروس طلع زلمه والله حرام عايزين يوم شغل عايزين يوم شغل عشان تنظيفه بالمره انتيس طابوط صغير كويس هذا بنعمل زبدية نزل صوب محمد جمل ومحمد عبد الرابع يبي 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 ولا تعال تعال يا هانس تعال تخاف يا شباب ما تخافش طلع كيف بلف علي هي حركات اللف دي اللي في البتقال لا تخافش يا زلمه اسحب بس دعم شاف طول بعد شويه انا عن والد اخ ابراهيم